هنا تتويج دينار للسيد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند الذي قدم دينار في الشوط الأول ليكون هو صاحب أول رموز هذا اليوم الختامي. في الشوط الثاني كان التحدي للحيل العمانيات، فجاءت الثريا في الأمتار الأخيرة وفعلت كما فعلت الدوحة. الثريا لمظفر بن محمد بن خموش العامري العملاق العيناوي الذي انتزع هذا الرمز ليهديه إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلهم من التهنئة والمباركة بحصولهم على هذا الرمز الكبير. هنا السيد مظفر بن محمد بن خموش العامري الذي يعتبر من المخضرمين في هذه الرياضة العربية الأصيلة وأحد أبرز أشهر الملاك، يستلم الشلفة الفضية من سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله ويرعاه. تهانينا والناموس للعملاق العيناوي مظفر بن محمد بن خموش العامري مالك الثريا الذي يتحدث بأسلوبه الشيق مع سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني في شرح لتفاصيل المنافسة كيف كانت وكيف كان مسار الثريا. تهانينا والناموس إذن للسيد مظفر بن محمد بن خموش العامري على فوزه بالشلفة الخاصة بالحيل العمانيات، والتهاني لمحمد بن مظفر وعوض بن مظفر وباقي أنجال السيد مظفر بن محمد العامري، وفي حديث ودي مع سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني. يأتي الدور الآن على تتويج مالك المتحد من انتزع الجائزة الكبرى والخنجر الفضي. تهانينا لسالم بن محمد بن سالم بوثم العامري الذي قاد المتحد، الذي اتحد مع قواه ليكون شامخا قويا في حضوره المتجلي بانتصاره بالخنجر. تهانينا والناموس لمالك المتحد سالم بن محمد بن سالم بوثم العامري، والتهنئة لأشقائنا الكرام في دولة الإمارات العربية المتحدة. لحظات التتويج الآن بالسيف الفضي، وها هو السيد حمد بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم للسلام على سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني، وها هو البرنس من قاد الدوحة، دوحة السيوف التي انتزعت في هذا اليوم سيفها الرابع لتحافظ على اللقب لأنها حاملة اللقب من الموسم الماضي. هذا هو البرنس يقبل السيف، سيف الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. تهانينا للوالد محمد بن طالب بن عقيل النابت، تهانينا لطالب بن محمد، تهانينا لك يا جار الله، ولحمد ولراجح ولبقية الإخوان سالم وحمد، فتهانينا لهم جميعا. ها هو الوالد محمد بن طالب بن عقيل النابت يستلم السيف الفضي ويرفع سيف الأمير الوالد. تهانينا للعقيل على حصول الدوحة وانتصارها في هذا اليوم المشهود، شرف كبير لشعار الدوحة ولمالك الدوحة الذي قادها بكل اقتدار، فكان هادئا في متابعته لها وكان حاضرا في كل تفاصيل هذه المنافسة. شكرا لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني على تشريفه لنا وتتويجه للأخوة الفائزين في أشواط الرموز الأربعة.